تصر على أداء الواجب الانتخابي رغم وضعها الصحي. نورية رياضية شابة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تتوجه لمكاتب الاقتراع مغتنمة هذه الفرصة التاريخية للإسهام في مسار التغيير. أنا يعني فرحانة اليوم باسكو حسيت بلي عبرت وراني نشارك في على الجزائر تاعنا وعلى بلادنا، وأنا مواطنة جزائرية وفيها هذيك الحرارة وهذيك هذاك النيف كل شيء. نأدي واجب وطني باسكو هوية تاعنا جزائرية وبليجي نفوطو. بون اللي يبغي مدرايه مدرايه بصح يليق يدير لابريزونس تاعه. تشريعيات 12 جوان منبر توجه من خلاله نورية رسالة لكل مواطن وخاصة من ذوي الهمم للتعبير عن صوتهم كطرف فاعل في المجتمع. رغم الإعاقة نورمال نحس باللي جو في كالكو شوز جيكزيست. لو كان ما نشاركوش في الاخر بلادنا هكا وانا مواطنه وهذا مواطن، علاش واحد هكا يجبد يقعد في الدار؟ علاه احنا نجو هنا ونعبروا. وكغيرها من الجزائريين تأمل هذه الشابة المتفائلة في غد أفضل، والبداية تكون بالمشاركة اليوم وبقوة.